موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس هذا تليفون. التليفون يصير بيه انترنت إضافة إلى المكالمات، يصير بيه انترنت. أنا راح أسولف لكم سؤال فيه وأطب الموضوع، يعني تحملوني. الانترنت يصير من واي فاي أو من السيم كارت. إذا من الواي فاي فأكو واي فاي برمز سري. رمز سري، يعني حتى ما يصير اي واحد يجي كنك، رمز سري، كل بيت بي يعني راوتر برمز سري، حتى اهل البيت والخطار والاصدقاء يعرفوه. طبعا في محافظه عراقيه، عراقي يقتل شقيقه بسبب تغييره الرمز السري للراوتر. دعونا نسكت قليلا. عراقي يقتل شقيقه بسبب تغييره الرمز السري للراوتر للانترنت. تفضل تفضل. ليش؟ شنو السبب؟ هذا اخوك تكتله على مود رمز. البعض راح يقول لي ما يصير تضحك، هذا ضحك كالبكاء. يعني انا من جاي اضحك، جاي اضحك على العمله المهببه، انه ضحك كالبكاء. يقتل شقيقه بسبب تغييره للرمز السري مال الانترنت. اريد كلمات معبره نسولف فيها وياكم. هسه انا صار عندي اس بالجو، اريد اسولف ما ادري ايش اسولف. كتلني نغير الرمز، اجيبها منا، اوديها منا، ماخذ ورثه، لا مسوي له فد سالفه مو زينه، لا مغير الرمز السري. شنو يعني؟ انا اريدكم انتم هسه تسولفون، لان انا اكون هذا البرنامج، اكون هذا الموضوع متناوله بعود. ليش؟ كون جايني مار علي هناك. يعني تكتله لين غير الباسورد. عمي تعال اعطيك الباسورد مال بيتنا، احكي لك اياه بالجو. الباسورد مال بيتنا احكي لك اياه من واحد لثلاثه ومن واحد لخمسه. هذا الباسورد مال بيتنا، تجي تكنك شو وقت ما تريد. الباسورد مال بيتنا احكي لك اياه بالجو، من واحد لثلاثه ومن واحد لخمسه. خاف واحد ما يعرف هذا الباسورد مال بيتنا. بعد ورمز مال انترنت تغير. زين فرضا اخوك غيره بغضا بيك، تروح تكتله. اما اروح اشتري لي راوتر ب 20,000 واجدد اشتراك انترنت ب 30,000، ولا اكتله بسبب تغييره للباسورد.